من اكتر الاماكن في النزهة القريبة لقلبي هو دلع البيت، اسعارهم بتبدأ من 5 جنيه وعنده كل الخوص اللي احنا عايزينه. الماتيريال بتاعت الحاجة بتاعتهم بجد حلوة قوي ومختلفة، عندهم كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها، ميك اب للمكوى الصغيرة بتاعت الهدوم، للمجات بتاعتهم شكلها مختلف خالص، الصواني والحاجات الخوص عندهم حلوة قوي، حتى باسكت الزبالة تحسهم متروق عليه كده. عندهم الصينية بديلة الاير فراير، وكمان عندهم اللي هو فلتر، وعندهم الباسكت ده بعلبة المناديل بتاعته شكلها حلو قوي، وشكلهم كده الحل عنده حاجات كتير قوي حلوة ومفيدة للبيت او للمطبخ، اجهزة كهربائية، وعندهم كمان حاجات تحسوها تنفع قوي عروسة، حد بيجدد في بيته. عندهم اللانش بوكس والخلاط ده كان سعره 200 جنيه، بصوا الباسكت ده برضو كان تحفة. عندهم القطعات، وكمان عندهم الحاجات اللي هي بتاع وحدات التخزين اللي احنا دايما بنشوفها في الحاجات الكورية دي، وعندهم كمان قسم المفروشات بجد الحاجات والدفايات.